السلطة القائمة المفروض أنها تستحي من العبث بالجزائر وبمقدراتها وبالشعب الجزائري وطموحاته المشروعة يعني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. ويبدو لي هذا المسخ هذا راه خرج يعني بحيث كتب مدير رئيس مخابرات متورط في أمور تاع هذه مايا هذه في أموال محجوزة وكذا هو وجنرال وعقداء وكذا. لما تشوف انت مدير عام تاع الشرطه تاع الامن الوطني تاع الشرطه متورط في بناء اراضي هو وابنائه وكذا. لما تشوف قائد درك وطني نفس الشيء متورط في امور اخلاقيه وفي امور تاع عبث بالملعب. المفروض لما تشوف رؤساء حكومات كانوا يتقاضوا هبات ورشاوى بغير وجه حق يعني هذا ذهب الى البودور من عند طيب. يعني حتى في سياق الذكر في سياق ذكر هؤلاء ايضا يمكن اضافه انه من خلف طرطاق وسيلي بوعزة تم تنزيله في السجن تنزيله من جنرال الى جندي وباتهامات خطيره كذلك. نعم نعم وهذا وسيلي كان بين يعني مسؤولين وصناع القرار ليعبثوا بالحراك الشعبي التاريخي. وهاك تشوف تبين حقيقه تاعو هو وهذا يكد لي الفساد راه معشش في هذا النظام. كما قال عليه واحد الوقت سي لامين زروان قال باللي نظام متعفن وزاد تعفنا في مرحلة بوتفليقة والمرحلة اللي عايش فيها لا أراك الله. يعني والله نضيف أنيكدوت يعني الكلام اللي قالوا السي مصطفى عطويل نحترمه ونحترم كل الوحامين تاع إخواننا المعتقلين اللي ندعو ونستميت الدعوة اللي فراش عليهم فورا اليوم قبل الغد. لما تشوف أنت إطارات يعني آلاف من حاملي شهادة الدكتوراه يا استاذ عثمان يواسوا في تجمع من وزاره التعليم العالي وبالمقابل انا نعرف مدراء التربيه والله العظيم ما عندهم شهاده بكالوريا مرحله واحد سنه اولى ثانوي واحد سنه ثالثه ثانوي اخلاقيا لا 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 اراك الله. لما يعود هذا نفس الشيء اللي راهم في وظائف عليا في الدوله ويسيروا الشان العام على مستوى عالي جدا بدون شهاده بكالوريا وبالمقابل حاملي شهاده الدكتوراه في شتى المجالات التقنيه والاجتماعيه وغيرها والانسانيه تلقاهم راهم واحد انا نعرفه شخصيا راهو يخدم في محل تاع بيع الامور تاع ولكن هل قضيه مستويات هناك في المقابل من كانوا حامل الدكتوراه وانخرطوا مع ما كان يقوم به وسيلي بوعزة مثلا من تفريق الجزائريين؟ لا احنا نحكيو على المفارقه. كيف يعني مدراء التربيه ولا ومسؤولين يشغلوا وظائف عليا بدون مستوى وناهيك عن الجانب الاخلاقي وبالمقابل الجزائر اللي راهي سنويا الاف من المتجمعين والاف من وسنوين ياس من الدقاطرة. هذا هو حاله. لما تشوف هذا المفارقة هذه الثريفة العجيبة تدرك يعني باللي تسير شأن العام هو تسير عبثي تسير عبثي. وهذا اللي يتم في وقت وحاليا لما نقول الجزائر راهي في خطر والجزائر راهو يعبث بمصيرها الناس لا تنصت إلينا وبالنسبة لهم ربما اننا احنا نديروا في بروباغندا ولا نعارض من اجل المعارضه في حين يعني الله لا نريد ولا جزاء ولا مقابل ولا اي مسؤوليه من هذا النضال تاعنا من اجل الجزائر التي نحبها والشعب الجزائري الذي نحبه وهذا رب جميل لهذا الوطن تاعنا الحبيب. فنقول لك يا اخي صراحه رانا لازم هذا اذا كان هناك صناع قرار اكيد كاين ناس مخلصين كاين ناس وطنيين لانه انا ضد المنطق العدمي ضد لابروش ولا لا لوجيك نيوتيس بدي كل شيء راه هو كل اسود وما كانش خلاص الخير في البلاد وما كانش خير في النظام هذا. لا كاينين ناس مخلصين
ولكن راه معزولين. انا نتمنى ان شاء الله انه اليس فيكم رجل رشيد، على قد ناس من الناس صناع قرار مخلصين وطنيين، انه يدركوا بلي بلاد راهي ماشيه نحو الهويه، ماشيه نحو نفق مظلم، ويستحيل نبقى نستمر بهذه الطريقه. يستحيل نبقى انه ناس وطنيين الذنب تاعهم الوحيد انه زج بهم من خلاله في السجون انهم احبوا الجزائر ودافعوا على الجزائر بطريقتهم. قال هاو كيف نحب الجزائر تكون، انه تكون استقلاليه تاع قضاء ولا تاع مؤسسات ولا تاع عدل حتى لا اجتماعيه، كل واحد في 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 في, في, في مكانه الطبيعي في فضاء تاعه الطبيعي، فيزج بهم في السجون. وبالمقابل كاين عفو، عفو غير مبرر، لا قانونا ولا انسانيا ولا دينيا ولا عرفا للمجرمين. مجرمين اللي تحولوا الى ارهابيين يرهبوا في الوطنيين في انفسهم في اعراضهم وفي اموالهم مكتوب انتشار الجريمه. اذا مع هذا درك الجانب الاخلاقي كاين تدهور رهيب على مستوى الجيل، هذا الجيل الصاعد هذا تدهور اخلاقي، كاين انتشار الجريمه، كاين الفقر المدقع، وبالمقابل نبذ الاموال طائله في افتتاحيه فولكلوريه تاع مناسبه رياضيه ولا مناسبه غيرها تاع خمسه شويه ولا كذا. انا بالنسبه لي انه هذا اموال تاع الشعب، والاموال تاع الشعب هذه لازم تكون ترشيد استغلالها وتكميلها وتوظيفها العقلاني لصالح الجزائر ولصالح الجزائريين، لان رانا عايشين في ازمه اقتصاديه وازمه ماليه على غرار باقي دول العالم، فما نزيدش احنا نزيد نسبب في خرق هذه السفينه، لانه السفينه تجمعنا جميعا، وهذا البلاد نتلاقوا فيه احنا اكثر منهم. واللي عنده عقد ملكيه على البلاد هذه يقول لنا بلي رانا عندي عقد ملكيه على البلاد هذه، كما دار السيسي بوتفليقه 2014 في اتفاقيه فاندكراس، وين تنازل على جزء من الاقليم البحري السيادي تاع الدوله الجزائريه. هذه لازاد ايكونوميك اكسكليزيف، منطقة الخاصة الاقتصادية الخاصة، وين احنا زادت في 2015 مراسيم دراسية تثبت باللي كان توسيعة تاع المنطقة الاقتصادية الخالصة بأزيد من 560 ألف كيلومتر مربع على حساب الإقليم السيادي الجزائري، علاش باش يبقى سي بوتفليقة ومن معه في الحكم؟ طيب في المقابل كنت تشير إلى الوطنيين يتحركوا، في المقابل كنت تشير الى لم الشمل، ما رايك في المقابل جوجيل يتحدث رغم الواقع يقول شيء اخر، الاعتقالات تتواصل والاحالات حتى الى الجنائي في قضايا حريه راي، بينما جوجيل يقول انه يدعو الى رص الصفوف والالتفاف حول مبادره تبون الى لم الشمل وتقويه الجبهه الداخليه، ويتحدث عن تحديات وعن الجزائر مستهدفه من كل الجهات، ويجب التجند كرجل واحد لإعلاء المصلحة الوطنية للبلاد. بداية إذا كان سمحت سي عثمان، هذا الكلام كلام هذا تاع الوطنية والمباهاة في الوطنية، هذا راه مردود على سي بوجيل مع احترامي له كمجاهد، لأنه صراحة أنا نتأسف مجاهد يحب الجزائر وما عنديش حاجة في حب الجزائر، انا لا اطعن في وطنيه الجزائريين مهما كانوا في صف المعارضه ولا في صف الموالاه، ولا يكون في سن متقدمه تاع 90 سنه يعني رب العالمين، قوانين تاع رب العالمين وقوانين تاع الطبيعه تقول باللي لازم تركن الى بيتك وتشوف كيف تصلح حالك مع رب العالمين، وتنتظر الفراق من الدنيا هذه وتخلي مكانك لمن هو اكفأ منك. لكن هذا التشبث بكل شيء هذا في سن 90 سنه يعني ما يحدث الا في 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 في, في دوله يعني صراحه تعاني من العبث مثل الجزائر. اما فيما يخص الكلام تاعه من ناحيه الشكل، من ناحيه المضمون، ما كانش عاقل في الجزائر يقول لك انا ضد التوافق. احنا كنت سباق، كنت من السباقين للدعوه للتوافق بين الجزائري المعارضه والسلطه. كي نقول سلطه صناع قرار فعليين، وكي نقول معارضه ما نقولش احزاب تاع تيليكوموند واحزاب عرايس الكراكوز وهذما تاع الموالات هذما، انا لانه هذما راهم في صف السلطه. وجودهم يعني يسيء للدوله الجزائريه وللعمل السياسي وممارسه الشان العام. قلنا التوافق ولكن وفر شروط التوافق.
اولا لازم يتوقف هذا الظلم، لانه كاين ناس احرار، كاين ناس وطنيين، نشهد لهم بالوطنيه بحق، والعام الخاص يدرك باللي الذنب تاعهم الوحيد حب الجزائر ومحاوله اصلاح الواقع الجزائري، راه في السجون نساء ورجال جامعيين وغيرهم وكذا. فلا لازم يكون اولا هذا الشرط الاول، هذا اطلاق صراع كل المعتقلين سياسيين حتى في المرحله السابقه، بيكون شكون واضحين مع بعضنا. اثنين فتش الوسائل الاعلام باش نقدر الناس تعبر على ارائها، باش طيب. الشعب الجزائري هو السيد، هو الحاكم الحقيقي، باش هو الشعب هذا يكون طرف في التحكيم بين السلطه وبين المعارضه. ثالث حاجه انه توجه هذا السلطه هذا ممثله في راسها رئيس الدوله بخطاب للامه تعتذر عن اخطائها من 62، العبث اللي حدث بالجزائر والانحراف اللي حدث بباخره الجزائر طيب. والانحراف اللي حدث بالحلف تاعنا للشهداء، ويكون خطاب اعتراف الاخطاء والتزام سياسي، التزام سياسي باللي سنصلح في اطار التوافق طيب. صناع قرار ومعارضه حقيقيه بما فيهم على راسهم الرموز تاع الحراك التاريخي، ويجلسوا مع بعضهم البعض. وانا واحد من الناس انا مش معني بالسياده، المهم الجزائر تخرج من هذا النفق، ونحاولوا يلقاو حل حقيقي طيب. في رزنامه حقيقيه، حكومه توافق حقيقي مش تاع بريكولاج.